في ظل الوضعية المائية الحرجة التي تواجهها بلادنا مؤخرا والمتمثلة في ندرة الأمطار والطلب المتزايد على الماء خاصة في قطاع السقي، قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الجديدة راديج بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهة الدار البيضاء سطات بإطلاق مشروع تشييد محطة لمعالجة المياه العديمة في مدينة أزمور بتكلفة تقديرية تبلغ 146 مليون ديال الدرهم شاملة تكاليف الإنشاء واستغلال على مدى 3 سنوات. تمتد المحطة على مساحة 5 هكتارات، ومن المتوقع أن تستفيد من خدمتها كل من ساكنة أزمور، سيدي علي بن الحمدوش، حوزية الشاطئ والمناطق المجاورة. وستعمل المحطة على معالجة ما يقارب 7500 متر مكعب من المياه العديمة يوميا. ستعتمد المحطة على تقنيات متطورة للمعالجة بواسطة الحماء المنشطة المعروفة أيضا بالبو أكتيفي، وذلك عبر عدة مراحل. في المرحلة الأولية من المعالجة ستخضع المياه لعملية تحضيرية تشمل المعالجة الفيزيائية للتخلص من الجسيمات الصلبة، تليها عملية إزالة الرمال والدهون المعلقة. بعد ذلك تأتي المراحل الثانوية من المعالجة التي تتم باستخدام الأحواض البيولوجية. الهدف من هذه المرحلة هو تحفيز نمو وتكاثر البكتيريا في المياه العديمة عن طريق توفير الأكسجين الضروري لها مع تحريك المياه باستمرار. هذا التكاثر البكتيري سيساهم في إزالة المواد العضوية دائبة في المياه، محولا إياها إلى مواد غير دائبة يمكن ترسيبها. إذا نصل إلى مرحلة المعالجة عبر أحواض ترسيب، حيث يتم بشكل مستمر إعادة تدوير جزء من الحماء المتشكلة في أحواض ترسيب إلى حوض تهوئة، وهو ما يعرف بإعادة تدوير الحماء أو ما يسمى بالغسيركيلاسيون دوبو، بهدف تعزيز عملية المعالجة. فيما يتعلق بالجزء المتبقي من الحماء، سيتم خضوعها أيضا لسلسلة من المراحل المعالجية. هذه المراحل تشمل أولا التكثيف والتجفيف الميكانيكي، يليها عملية إزالة السوائل عبر تعريض الرواسب لأشعة الشمس داخل المجففات الدافئة لسير دو شيشار المجهزة بأرضية تدفئة لبلون شوفو. بعد ذلك تنقل هذه المواد المعالجة إلى المطرح العمومي. بالنسبة للمياه السائلة القادمة من أحواض الترسيب، يجري تحويلها إلى محطة المعالجة الثلاثية التي تضم الترشيح والتعقيم بالأشعة الفوق البنفسجية. هذه المياه المعالجة ستستخدم في سقي الحدائق والمساحات الخضراء في أزمور، القطب الحضاري مازاغون، الحوزية، بالإضافة إلى المرافق السياحية المجاورة مثل ملاعب الغولف. إلى جانب ما تم ذكره سابقاً، ستضم المحطة كذلك مبنى الاستغلال يحتوي بشكل رئيسي على غرفة التحكم والمراقبة ومختبر مجهز لإجراء التحاليل. سيتم أيضاً إنشاء مبنى خاص لتخزين المواد الكيميائية، مباني لضغطات الهواء والألواح الكهربائية، ومبنى لمولد كهربائي، بالإضافة إلى ورش عمل. من المهم أيضا الإشارة إلى أنه سيتم معالجة الانبعاثات الغازية للحد من الروائح الناتجة عن المحطة المعالجة الأولية ومحطة معالجة الحماء إلى جانب خط التجفيف الشمسي. بلغت نسبة الإنجاز في الأشغال المحطة حتى الآن حوالي 60%، وبذلك ستسهم محطة معالجة المياه العديمة في مدينة أزمور بدور فعال في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، خاصة فيما يتعلق بوادي أم الربيع، إضافة إلى العناية بالموارد المائية الحيوية للمنطقة.